البروتكتيف دراجز او الادويه اللي بستخدمها عشان احمي بيها البيبتيك ألسر من الافكت بتاع الاتش سي ال بتاع المعده بدون ما يكون ليها تاثير يذكر على افراز الاتش سي ال سكريشن. هذه الادويه من اقدم الادويه اللي استخدمت في علاج البيبتيك ألسر، ولكن دورها ابتدى يتقلص في الاونه الاخيره بعد ظهور الانتي سكريتوري دراجز، لان الانتي سكريتوري دراجز اسهل في الاستخدام ومور افكتيف عنها. لكن بعض هذه الأدوية ما زال ليها دور في الوقت الحالي، ومن هذه الأدوية دواء السكر الفيت اللي بيتباع في السوق باسم الجاستروفيت. يا ترى الدواء ده بيشتغل ازاي؟ عشان نفهم الميكانيزم في اكشن بتاعه لازم نشوف تركيبته ايه. التركيبة بتاعت الدواء ده رغم ان شكلها معقدة لكن هنحاول نبسطها. لو بصينا ليها كده هنلاقي الجزء ده هو جزيء سكروز، وجزيء السكروز ده متصل بيه جزيئات من الصلفيت الـ SO4 ومتصل بالصلفيت ألومنم، يبقى التركيبة بتاعته هو ألومنم سولت أوف صلفيت السكروز. هذا الدواء لو اتعرض للـ HCl بيبتدي يفقد الألومنم ويبتدي يتحول إلى ستيكي بوليمر، وهذا الستيكي بوليمر بيأدهير للألسر زي ما احنا شايفين في الرسمة هنا. الجرانيوليشن تيشو بتاع الألسر الدواء بيمسك فيه بعد ما يتحول إلى مادة تشبه الغيرة، ما بيمسكش في النورمال تيشو حوالين الألسر. هذا الدواء لا يتحول إلى هذا الاستيكي بوليمر إلا في وجود الـ HCl، ولهذا تطبيقه الإكلينيكي إن أنا ما أقدرش أدي الدواء ده مع أدوية أخرى بتمنع الـ HCl secretion أو بتعادل الـ HCl secretion زي الـ anti-secretory drugs أو الأنتاسيدز. ايه الانديكيشنز بتاعت السكر الفيت؟ بستخدم السكر الفيت كوقايه من الاستريس ألسر. طب ليه ما استخدمش البروتون بامب انهبيتورز او الاتش 2 ريسبتور انتاجونيستس؟ في الحقيقه بتستخدم، ولكن حصل منها مشكله صغيره ان لما جينا نديها للعيان في انتنسيف كير وتقلل الاتش سي ال سكريشن لقينا ارتفاع في نسبه حدوث النوزوكوميال نيمونيا او الهوسبيتال اكوايرد نيمونيا، لان الاتش سي ال سكريشن كان بيحميني بدرجة ما من الميكروبات. لو جينا نبص طريقة أخده في العيانين دول، أدي الـ 24 ساعة، أدي وقت الفطار، وأدي وقت الغداء، وأدي وقت العشاء. إحنا قلنا الدواء ده عشان يشتغل لازم يتفاعل مع الـ HCl، يبقى ما أقدرش أديه في أوقات ما فيهاش HCl، مش ممكن يتاخد مع الأكلات. باخده بين الأكلات وقبل النوم. أربع مرات في اليوم يكون المعدة فيها HCl. وما يتاخدش مع الانتي سيكريتوري دراجز وما يتاخدش مع الانتاسيدز. ايه الادفرس افكت بتاعت السكر الفيت؟ الادفرس افكت بتاعت السكر الفيت ناتجه عن وجود الالومنم سولت فيه. الالومنم ده بيعمل لي دراي ماوس، بيعمل لي جاسترو انترنال ديستريس في شكل نوزيا وفوميتنج وكونستيبيشن وفلاتولنس. لو ادفرس افكتس اخرى قليله او لو خدنا بالنا منها ممكن نتجنبها، ان هو بيكليت الدراجز والفوسفيت، فاتجنب ان انا اديه مع الادويه اللي انا خايف عليها من الكليشن، والكليشن بتاع الفوسفيت بيأثر على العظم. العيانين اللي عندهم رينال فيلير الالومنيوم سولت اللي بيطلع من هذا الدواء بينزل للدم، والمفروض الكلى قادره او النورمال كيدني قادره على التخلص من الالومنيوم سولت، لكن لو كان العيان عنده رينال امبيرمنت بيبتدي الالومنيوم سولت ده يترسب في الجسم، ومن الاماكن اللي بتتضر منه هو السي ان اس، فممكن يعمل لي انكفالوباثي فقط في وجود الرينال امبيرمنت. الدواء الثاني هو دواء الميزوبروستول المشهور باسم السيتوتيك، والميزوبروستول ده بروستاجلاندين اي 1 انالوج. بيتميز عن البروستاجلاندين ان الديوريشن اوف اكشن بتاعته طويله، وانه ممكن يتاخد في اورال دوزج فورم. يا ترى البروستاجلاندين دورها ايه في البروتكشن؟ دي رسمه الجاسترونستاينال ميوكوزا زي ما احنا شايفين، ادي الانستاينال ميوكوزا سيلز، وادي الجلانز اللي بتفرز الاتش سي ال والبيبسين، وادي الميوكوزا البلاد فلو، وادي السيرفيس ابيثيليوم والميوكاس ديك جلاند المسؤول عن افراز الميوكس. اول اكشن بتعمله البروستاجلاندين انها بتعمل فازو دايلاتيشن في الميوكوزا البلاد فلو،
فتزود البلاد فلو للجاستيك ميوكوزا، تزود او تسرع الريجنريشن بتاع الدامجد ميوكوزال سيلز. الاكشن الثاني انها بتانتاجونايز السايكليك ام بي ميديتد اتش سي ال سكريشن. احنا خدنا مع البروتون بامب انهبيتور اتش 2 ريسبتور انتاجونست الاتش سي ال سكريشن لميديتد عن طريق الكولينرجيك ريسبتورز، عن طريق الهيستامين ريسبتورز، وعن طريق الجاسترين ريسبتورز، والثلاثه كانوا بيبقوا ميديتد بالكالسيوم، لكن في جزء من الاتش سي ال سكريشن بيبقى ميديتد بالسايكليك ام بي. لما بدي بروستاجلاندين انا بزود السايكليك ام بي، والسايكليك ام بي بينهبت الاتش سي ال سكريشن. تالت حاجة بتنهانس الميوكس سكريشن. ايه الانديكيشنز والادفرس افكس المتوقعة لو انا استخدمت الميزوبروستول في علاج الالسرز؟ اولا الانديكيشن يكاد يكون الانديكيشن الوحيد في النون سترويدال انفلاماتوري دراجز انديوسد جاستريك السر، والسبب في كده ان النون سترويدال بتنهبت البروستاجلاندين سينثيسز، وانا بحاول اعوض البروستاجلاندين اللي حصل لها انهبيشن، فيبقى الميكانيزم بتاع الاكشن هنا مور اور ليس ماشي مع الفسيولوجي بتاع الجسم. لكن البروتون بامب انهيبيتورز افضل في الوقايه وايضا في علاج البيبتيك ألسر اللي بتنتج من ادويه الروماتيزم. ايه السبب في كده؟ السبب في كده ان الادفرس افكتس بتاع الميزوبروستول قد لا يتحملها المريض، واشهرها هي الكوليك والدايريه، لانه بيزود الكونتراكشن بتاع الانستاينال ماسل لاير، وبيزود السكريشن بتاع الميوكوزال سيلز. لو اتاخد كمان في واحده في ميل في اثناء المنسترال سايكل بيزود لها الفاجينال بليدنج، وكمان لو اتاخد في حد عنده برونكيال اذمة او استعداد للبرونكيال اذمة ممكن يعمل له برونكوسبازم. وبالتالي توارى دواء الميزوبروستول عن الاستخدام الا في الحالات اللي في مشكله مع استخدام البروتون بامب انهيبيتورز والاتش 2 ريسبتور انتاجونست في الوقايه من الالسر اللي بتحصل من ادويه الروماتيزم. المجموعه الثالثه هي مجموعه الانتاسيدز، وكلمه انتاسيدز يعني ادويه بتعادل الاتش سي ال. بنقسمها الى لوكال انتاسيدز. اللوكال انتاسيدز هي الادويه اللي قبلها هتفضل داخل الجاستروانتستينال تراكت، والابزوربشن بتاعها للسيستميك سيركيوليشن يكون قليل، ودي منها الكالسيوم كربونات والالومنيوم هيدروكسيد والمغنيسيوم صلفيت. وعاده الادويه بيبقى فيها كومبينيشن من دوايين، اشهرهم هم الالومنيوم هيدروكسيد والمغنيسيوم صلفيت. والسبب في كده زي ما هيبان ان الالومنيوم هيدروكسيد بيعمل كونستيبيشن والمغنيسيوم صلفيت بتعمل دياريه، لما بحطهم مع بعض بيعدلوا لي الادفرس افكتس بتاعت بعضهم. في انتاسيد سيستميك انتاسيد، ودي الادويه اللي اديها تاخد بعضها وتعدي الى البلد فتؤدي الى سيستميك ادفرس افكتس، ودي ما عنديش منها الا الصوديوم بايكربونات. ايه الميكانيزم في اكشن بتاع الادويه دي؟ الميكانيزم في اكشن مينلي كيميكال، بتنيوترالايز الاتش سي ال، بتتفاعل معاه. لو بنصينا الصوديوم بايكربونات وحطينا عليها اتش سي ال نلاقيها انها بتديني صوديوم كلورايد وكربونيك اسيد اللي بيتحلل الى كربون دايوكسيد ووتر. ايضا الكالسيوم كربونات لان فيها كربونات فبتديني كالسيوم كلورايد ومعاه ثاني اكسيد كربون وميه. اللي ما بيديش ثاني اكسيد كربون هم الالومنيوم هيدروكسيد اللي هو بيتفاعل مع اتش سي ال يديني الومنيوم كلورايد وميه، والمغنيسيوم سلفيت بيتفاعل مع اتش سي ال تديني مغنيسيوم كلورايد وميه. من الحاجات المهمه اللي لازم نتذكرها على الحاجات دي، الحاجات دي كلها بتعدي علينا في الاستخدامات اليوميه بس ما بناخدش بالنا منها. الصوديوم بايكربونات دي هي عباره عن البيكنج باودر اللي بنستخدمه في الخبيز. الكالسيوم كربونات ده هو التباشير، والالومنيوم هيدروكسيد دي هي الشابه اللي بيستخدمها الحلاقين، والمغنيسيوم هيدروكسيد دي قريبه الشبه بالمغنيسيوم صلفيت اللي هي الملح الانجليزي اللي كان بيستخدم زمان في الاسهال، عشان نتذكر ان الحاجات اللي فيها مغنيسيوم بتعمل اسهال. لو بصينا على الرياكشن ده ناخد منه بعض الاستنتاجات اللي هتهمنا بعد كده. اذا كان الانتاسيد اللي انا بستخدمه في CO3 او HTO3 بيطلع ثاني اكسيد كربون داخل الاستومك، الانتاسيدز الكالسيوم والالومنيوم والمغنيسيوم سولتس او هيدروكسايدز الابزوربشن بتاعها بور
عشان كده بنسميها لوكال انتاسيس. لكن في نفس الوقت ناخد بالنا ان لما بتتفاعل مع الاتش سي ال وتديني املاح الاتش سي ال ممكن يحصل ابزوربشن لهذه الاملاح بدرجه ما، وهذا يعني ان هذه الادويه هيكون ليها سيستميك افكتس بدرجه اقل. الاكشن الثاني لهذه الادويه ده اكشن فيزيكال، وده بيتميز بيه الالومنيوم هيدروكسيد او الشابه انها بتشتغل ادزوربنت. ادزوربنت بتادزورب حاجات كتير تاذي الالسر زي البيبسين، زي البايل اللي بيحصل له ريجرجيتيشن في الاستومك، وزي التوكسينز. ايضا ليها حاجه اسمها استرينجنت افكت. الاسترينجنت افكت زي ما شايفين في الصوره بترصف السيرفيس بروتين، وده بيديني ثوزنج افكت على الالسر. الانديكيشنز بتاعت الانتاسيدز في الاسيد ريليتد ديس اوردرز، هل ما زال لها دور في علاج الامراض الناتجه عن الحموضه ولا توارت بظهور الادويه الجديده؟ الصوديوم بيكربونات بتضاف للحاجات الايفرفيسنت زي الاتش 2 ريسبتور انتاجونست الرانيتيدين، نزل بشكل فوار اسمه الزنتاك ايفرفيسنت. الصوديوم بيكربونات لما بتحط في اي حاجه بتسبب الفوران لانها بتريليز كربون دايوكسيد. وايضا اضيفت للبروتون بامب انهبيتورز الايميديت ريليز بريباريشن الجديد الزجريد، وسبب الاضافه زي ما قلنا ان هي بتديله بروتكشن من الاتش سي ال سكريشن، فتسبب ان هذا الدواء يحصل له ابزوربشن ايرلي قبل ما يوصل للديودينم ويشتغل بدري، عشان كده اتسمت الادويه دي الايميديت ريليز بريباريشنز. الاستخدام الثالث ان انا ممكن يكون عندي بروتون بامب انهبيتور انتريك كوتد وعايز افتحه عشان العيان مش عارف يبلعه. في الحاله دي بحطه في 8.5% صوديوم بيكربونات لعيانين الجيرد او العيانين اللي في الرعايه، واديه لهم يا اما يتشرب يا اما يتاخد بنيزو جاستريك تيوب. واخيرا ان انا ممكن استخدمه اوفر ذا كاونتر دراج للعيان اللي عنده هايبر اسيديتي، لان هذا الدواء سيف وبيعدي العيان وهو ماشي في الشارع عنده شويه حموضه، بيعدي يجيب اقراص الحموضه يمصها او المحلول اللي بيتباع في ازايز يشربه بدون ما يرجع الى الطبيب او حتى يرجع الى الصيدلي. الانديكيشنز اللي ملهاش علاقه بالاسيد ريليتد ديس اوردرز، ودي يمكن تكون اهم من الانديكيشنز في الاسيد ريليتد ديس اوردرز. الصوديوم بيكربونات بالذات له استخدامات كتيره، فبستخدمه في علاج الاسيدوز والهايبركاليميا زي ما شايفين في الرسم ده، في رسم القلب ده. ده عيان عنده هايبركاليميا تسببت في براديكارديا، والبراديكارديا ممكن توصل ساعات للهارت بلوك. البايكربونات ليها تاثير سحري لما بديها في حاله الاسيدوزس زي اللاكتيك اسيدوزس او في الهايبركاليميا، لان في الهايبركاليميا بتشتغل بنفس الميكانيزم اللي بتشتغل بيها في الاسيدوزس. لما بتعادل لي الاتش سي ال الهيدروجين ايون في الدم، انا طبعا بديها عن طريق الانترافينس انفيوجن، اول ما تعادل الهيدروجين ايون يبتدي الهيدروجين ايون يقل في الدم، فتبتدي الخليه تطلع هيدروجين ايون من عندها وتسحب البوتاسيوم تدخله جواها، فتتصلح الهايبركاليميا، وده بيبقى اصلاح سريع جدا. الحاجة التانية ممكن استخدمها في الالكاليزيشن اوف يورين في العيانين الالكالين يورين يضرهم، زي العيانين اللي بيجي لهم بعض انواع الحصاوي زي ما شايفين الصورة دي، صورة امورفاس يوريت، واليوريت بتترسب فيه الاسيديك يورين، ففي الالكالين يورين بساعد على ذوبانها، او يكون في حرقان من الاسيديتي بتاعت اليورين زي ما في حالة السيستيتس. وفي الحالة دي اعطاء الفورات بيخفف الارجنسي اللي عند المريض حتى قبل ما ادي انتي بايوتيك لعلاج الانفكشن. ممكن كمان استخدمها كالكالاين اي لوشن. انا عندي نوعين من الاي لوشن، عندي البوريك اسيد وده اسيدك اي لوشن، وعندي الالكالاين اي لوشن. لو انا محتاج الكالاين اي لوشن بيبقى الصوديوم بيكربونات من الحاجات المحببه. كمان ممكن تستخدم كالكالاين نيزل ووش مش بس في الاي، بيساعد الالكالين نيزل ووش انه بيفك الكراستس في الاتروفيك راينايتس. الالومنيوم هيدروكسيد له بعض الاستخدامات الاخرى زي في الريكارنت فوسفيت ستونز، العيان اللي بيجي له كالسيوم فوسفيت ستونز بكثره، انا ممكن اتخلص من الفوسفيتس ان انا امنع الابزوربشن بتاعها في الجهاز الهضمي،
بالادزوربنت اكشن بتاع الالومنيوم هيدروكسيد، بيأدزورب الفوسفيت على السيرفيس بتاعته، يقل الفوسفيت ابزوربشن، لما يقل الفوسفيت ابزوربشن يقل الفوسفيت اللي بتنزل في اليورين، وبالتالي يقل نسبة حدوث الحصاوي. في الايرن بويزنج، وده استخدام يمكن عندي حاجات افضل منه بكتير، الطفل الصغير لما بياخد شوية اقراص حديد ويبلعها قد تكون قاتلة لهذا الطفل، وعشان الحقه بسرعه بحتاج حاجات تمنع الابزوربشن بتاع الايرن. لكن اشهر حاجه بستخدمها هي الرو ايج ان ميلك، لانه متوفر في البيت بسهوله، لكن ممكن استخدم ايضا الالومنيوم هيدروكسيد انه يمنع لي الابزوربشن بتاع الايرن. السيستميك ادفيرس افكتس بتاعت الانتاسيدز، نيجي الصوديوم بيكربونيت، وعشان نفتكر الادفيرس افكتس نبص على هذه المعادله. العيان اللي بيبلع صوديوم هيدروكسيد بيبقى عنده في معدته صوديوم هيدروكسيد، صوديوم كلورايد، ثاني اكسيد كربون، وميه. يشوف ايه؟ الصوديوم بيكربونيت لما يحصل لها ابزوربشن وتوصل للسيستميك سيركيوليشن بتعمل لي ميتابوليك الكالوزيس، واحنا عارفين ان تغيير البي اتش بتاعت الدم بتبقى من الحاجات الخطيره. لما تاخد بعضها وتنزل في اليورين بعد كده تخلي اليورين الكالاين، في بعض الحصاوي ما بتترسبش الا في الالكالاين يورين، فممكن تزود نسبه حدوث حصاوي الكالسيوم. الصوديوم كلورايد لما يحصل له ابزوربشن بيعمل لي هايبرناتريميا، في بعض المرضى ممنوع عليهم الاكل بالملح لان الملح بيعلي ضغط الدم، الملح بيورم، الملح بيأجرافيت الهارت فيلير، يبقى المرضى بتوع الكارديو فاسكولار سيستم اخاف جدا لو انا جيت اديهم ايفرفيسنت فورميوليشن بتاعه الانتاسيدز او الايفرفيسنت فورميوليشن بتاعه الاتش 2 ريسبتور انتاجونست او الاميديت ريليس بروتون بامب انهيبيتورز. اللوكال انتاسيدز ادي الرياكشن اللي بيحصل مع كل واحد فيها. نبتدي نشوف الكالسيوم كونتيننج انتاسيدز، الكالسيوم كلورايد لما يحصل له ابزوربشن يعمل ايه؟ يعمل هايبر كالسيميا. الهايبر كالسيميا دي قد تتسبب في مسمى الميلك الكا سيندروم، وده لاحظناه زمان في العينين اللي كانوا بياخدوا انتاسيد يخللهم اليورين الكالاين، وفي نفس الوقت يشرب لبن كتير، اللبن كان فيه كالسيوم كتير، والكالسيوم لما ينزل في الالكالاين يورين يترسب فيسبب لي في الرينال فيلير، او قد يتم ترسيبه في اليورين تراكت ويعمل لي رينال ستونز. الالومنم لما بيزيد عادة نسبة الالومنم اللي بيحصل له ابزوربشن من الالومنم هيدروكسيد ما بيزيدش عن 13%، ودي ممكن تنزل في الكيدني بسهولة لو الكيدني سليمة، لكن لو كان في رينال امبيرمنت بتترسب في البون وفي اللنج وفي البرين وتؤدي الى حدوث الانكفالوباثي. وزيها برضو المغنيزيوم لما بيترسب في الهايبر مغنيزيميا في العين الرينال في عنده رينال فيلير ممكن يعمل لي سي ان اس ديبريشن. اللوكال ادفيرس افكتس بتاعت الانتاسيدز، ادي الرياكشن اهو، يا ترى ايه من المكونات دي يعمل لي لوكال ادفيرس افكتس؟ على البول موشن الكالسيوم والالومنيوم بيعملوا كونستيبيشن، والمغنيزيوم بيعمل لي دايريا، وعشان كده قلنا من الافضل ان نضيف المغنيزيوم سلفيت مع الالومنيوم هيدروكسيد عشان اعادل الادفيرس افكتس بتاعت بعضهم. البيكربونيت اللي بيحصل لها ريليز مع الصوديوم بيكربونيت او الكالسيوم كربونيت بتعمل لي كربون دايوكسيد، والكربون دايوكسيد ده بيعمل لي جاستريك ديستنشن. الجاستريك ديستنشن قد يكون احساس جميل ان العيان ياخد الحاجات الفواره ويحصل له اركتيشن، ولكن في وجود البيبتيك ألسر بيعمل جاستريك ديستنشن بيمط الألسر، وأيضا قد يؤدي إلى الريباوند هايبر أسيديتي وده يضر الألسر أكتر. الألومنيوم سولتس بتكليت الدراجز وخاصة الأدوية بتاعت كارديوفاسكولار زي الديجوكسين والوارفارين أو بعض الأنتي بايوتكس، فلازم أكون حريص وأنا بديها للمرضى، وأيضا بتكليت الانتستينال الفوسفيت على اللونج تيرم يوز قد تؤدي الى حدوث هشاشة